عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في الفيديو ده هنصور مكان جديد وجميل جدا جدا جدا، هو جبل المدورة. الجبل دوت هو مشهور في الفيوم، هو بيسمينه المدورة علشان زي ما انتم شايفين هو شكله مدور. وميزة الجبل ده انه هو سبحان الله بيتعانق بحيرة قارون معاه، يعني هو بيطل على بحيرة قارون اللي باينة من هناك، وليها فروع كمان داخلة في وسط الجبال. وزي ما احنا هنا شايفين، هنا كان البحر كان ممتد وواصل بين الجبلين. ده طبعا الجبل المدوره بيسموه عشان هو مدور فبيسموه بالاسم ده، فكانت الميه بتوصل بينهم هما الاثنين. بس ايه، طبعا علشان الجفاف والتصحر وكده، فبدأ الايه الشجر اللي كان موجود في البحر دلوقتي هو اللي موجود، وفي اثار لسه بسيطه لبحيره قارون موجوده بينهم. وطبعا جبل المدورة دوت ده موجود في الفيوم، وهو جزء من وادي الريان اللي هو بيبقى فيه برضو شلالات، وهو قريب جدا من بعض اللي هو برضو فيه بحيرة قارون. فطبعا بيبقى ايه اللي بيجي للأماكن الشلالات ووادي الريان بيجي هنا برضو جبل المدورة. المنظر من هنا جميل جدا جدا، وقد ايه هو رائع رائع رائع. لو المنظر ده شفناه في اي حته بره ايه نسافر والناس تتجنن عليه. سبحان الله، مصر فيها حتت جميله جدا جدا بس احنا ما كناش شايفينها ولا عارفينها. ده جبل المدوره يستحق الزياره. طبعا هو مجموعة جبال جنب بعضها، في جبل ثالث كمان ورا دوت. ده في ناس بتعرف تطلع وتتسلقه، بس هو طبعا ما فيهوش اللي هو السلالم الحجاره، لا هو ما فيعني انا انصح الشباب هم يقدروا يطلعوه كده. ممكن الكبار اللي في السن او بتاع يبقى صعب عليهم، يعني يبقى محتاج مجهود فعلا زياده. وطبعا هنا الاتوبيسات اللي بتبقى موجوده اللي احنا جايين بيها بتبقى واقفه وراكنا بره. هنا كل حاجة جميلة، حتى الرمل والأرض في زي ما يكون صدف كده صغير مدي شكل حلو جدا جدا للأرض. أنا ايه هصور لكم جزء منه. الارض كلها من اولها لاخرها عباره عن صدف موجود في الارض، حاجه روعه، جميل جميل جدا. انا ما شفتش حاجه زي كده ابدا في حياتي. ده دليل ان هو زي ما كانوا بيقولوا ان من الوف السنين كان بحيره قارون كانت موجوده موجوده هنا، وجود القواقع والصدف دوت اللي موجود على الارض ده دليل فعلا ان البحر كان واصل لغايه هنا، وكان الجبال دي كانت تقريبا موجوده في وسط البحر بحر القرون.
ان شاء الله تيجوا جبل المدوره هتستمتعوا وتتبسطوا بيها جدا جدا جدا. هو مكان يستحق الزياره في الفيوم، حتى لو الواحد يجي مره واحده بس برضو لازم الواحد يجي، هو هيبقى قد ايه يبقى مبسوط وسعيد بيه. وان شاء الله تيجوا هنا جبل المدوره وتستمتعوا بمنظر بحيره قارون مع جبل المدوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.